لا يزال فيروس كورونا يمثل لغزا طبيا للباحثين، بحيث يعاني المتعافون منه من الأعراض حتى بعد فترة طويلة من الإصابة. ومن أبرز المشاكل التي يعانيها المتعافون الإرهاق العميق للعظام والذي يمكن أن يحدث فجأة أو يستمر طوال اليوم، هو العلامة الأكثر شيوعا لما أصبح يعرف باسم كوفيد طويل الأمد، وتم ربطه بحوالي 200 من الأعراض الأخرى مثل الارتباك والهلوسة وخفقان القلب والنوبات والضعف الجنسي. وقد يشعر الكثير منهم بالتعب الشديد بحيث لا يمكنهم العمل أو النهوض من السرير. وكان الباحثون في معهد كيربي في سيدني من بين أوائل من أجروا دراسة حول كوفيد طويل الأمد في مستشفى سان فينسون وعلاقته بالنظام العصبي. تمثل أحد المخاوف أن الفيروس قد دفع بعض الأشخاص إلى حالة من أمراض المناعة الذاتية. لا تزال هذه الحالات مفهومة من قبل العلم، ولكنها غالبا ما تنطوي على إنتاج الجسم للأجسام المضادة الذاتية التي تعطل الأداء الطبيعي لجهاز المناعة. ومؤخرا كان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد حذر من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا من حيث خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض المناعة الذاتية. وكانت البيانات البريطانية الحديثة التي تتعقب كوفيد طويل الأمد قد أشارت إلى أن أقل من ثلث المرضى يتعافون تماما في غضون عام من الإصابة بالفيروس. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا عبر زوم الاختصاصي في أمراض الروماتيزم والمفاصل الدكتور كامل المروي. دكتور صباح الخير. صباح النور. ما هي العوامل دكتور التي يبدو أنها مرتبطة بأعراض فيروس كوفيد طويلة الأمد، وهل هي ظاهرة جديدة أم متلازمة مثل التعب المزمن على نطاق أوسع؟ صباح الخير لكم وعيد مبارك، فطر مبارك. بالنسبة للونج كوفيد سيندروم، هي الأعراض اللي بتصير بعد الكوفيد 19، صراحة هي أعراض شائعة كتير، بتبلش من التعب العام، عوارض توترية نفسية، قلة نوم، ممكن توصل لأوجاع بالمفاصل، التهاب بالمفاصل، التهاب بالأعصاب، أمراض بالجهاز العصبي، التهاب بإغشاء القلب، التهاب بالكلى، أمراض يعني متنوعة ومتشعبة وممكن تصيب أكثر من جهاز بالجسم. طيب دكتور، هل يتعرض بعض الأشخاص لهذه الإصابات أكثر من غيرهم؟ صراحة الدراسات الطبية اللي طلعت واللي هي دراسات كثيرة جدا، حتى أنه يمكن بتاريخ البشرية ما صار في دراسات على مرض مثل ما صار مع الكوفيد 19. نتائج الدراسات يعني متفاوتة، أوكي، فما في يعني رقم واضح فينا نحكي فيه. طيب برأيك يعني هل أصبح كوفيد طويل الأمد أقل خطورة بعد ظهور متحور أوميكرون، وهل اللقاحات يمكن أن تحمينا من الأعراض طويلة الأمد؟ هلا صراحة لنحمي حالنا من الأعراض اللونج كوفيد 19 لازم نعمل بريفنشن للمرض بالأساس، الوقاية الأساسية من عدم الإصابة، نحاول ما نصاب بالكوفيد 19 بالأساس. طبيعة الأمر اللقاحات هي من أهم الوسائل اللي بتمنعنا من نصاب بأي متحور للمرض. طبيعة الأمر دكتور، يحتاج الناس إلى تغطية تأمينية والحصول على الرعاية، ما الذي يمكن أن يحدث في الجسد وما العلاجات التي يتم تجربتها، وهل قد يكون لدى الأشخاص مسارات للمعالجة مختلفة؟ صراحة حسب شو هي العوارض، مثل ما قلنا باللونج كوفيد 19 العوارض طويلة الأمد اللي بتصير بعد الكوفيد 19 حسب الجهاز اللي عم ينصاب، ممكن القصة تكون مثل ما قلنا توتر نفسي، ممكن خفقان زيادة بالقلب، ممكن جهاز عصبي، ممكن جهاز القلب، العضلات، حسب أي جهاز عم ينصاب هونيك ساعتها بنلحق العوارض الجديدة ومدتها الزمنية، وإذا مربوطة ببعد زمني معين مع الإصابة بالمرض. هل يمكن أن تظهر مع الوقت أيضا أعراض ما زالت مجهولة، وكيف تفسر أن هناك الكثير من الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد 19 لا يشعرون بشيء من هذه الأعراض؟ صراحة هذا الكلام صحيح، لأنه
اولا نسبه عاليه من البشر انصابوا بالمرض بالاساس، فبالتالي عدد الاشخاص اللي صار في عندهم عوار ما بعد الكوفيد 19 كمان عدد مرتفع، ولكن حسب الدراسات كل ما كان الاصابه صعبه عند المريض صار في عنده مضاعفات، دخل على العنايه الفائقه، اخذ علاجات يعني متقدمه للمرض، والحمد لله الله بقي عايش، يعني احتماليه اكبر يصير عنده عوارض متاخره مثل اللونج كوفيد 19. دكتور، يعني المناهضون للقاحات يقولون ان فيروس كورونا حديث، ويعتبرون ان العوارض الجانبيه للقاحات قد تظهر في سنوات لاحقه، هل تتفق مع هذا النظريه؟ لا، ما كثير اتفق مع النظريه انا، لانه يعني بالاساس وجود المرض اكيد صار مثبت علمي، هذه شغله واضحه. بتعرفي بعلم الفيروسات في شيء اسمه لقاحات، احنا كلنا كنا نستعملها قبل لاطفالنا ولالنا، شغله عاديه هيدي، فبالتالي ليش هالمرض ما بيصير يستعملوا لقاحات؟ هذا بالمبدا. هلا نتيجه او انتاج اللقاحات بشكل سريع هيدي شغله تقنيه ولها علاقه بالناس المتخصصين بعلم اللقاحات وانتاجها بكل دول العالم. السرعه اللي انتج فيها اللقاحات فعلا هي سريعه، ولكن مع التقدم العلمي والتكنولوجي وصلوا لهالنتائج هيدي وانتجوا لقاحات متعدده وجيده. هلا صار في عندنا عده يعني جرعات من اللقاحات، لانه صار في عندنا متحورات جديده. بتعرفوا اللقاحات اللي هي تستعمل لامراض ثانيه مثل الفيروس ثاني، يمكن مثل الانفلونزا العاديه، ممكن يصير في عندنا بعض المتغيرات او بعض الطفرات الجينيه عند الفيروس، وبصير ناخذ جرعه جديده كل سنه مثلا او كل 5 سنوات حسب اي فيروس، ولكن هذا الفيروس عنده متحولات كثيره، فبالتالي يمكن عم نحتاج عدد من الجرعات المدعمه اكثر من غيره. صحيح. شكرا لك الاختصاصي في امراض الروماتيزم والمفاصل الدكتور كامل المروي على هذه المعلومات.